يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. أسعار الاتصالات هون في كندا شوي غالية، وتعتبر من أعلى أسعار الاتصالات في العالم. قبل يومين ثلاثة جتني من شركة روجرز رسالة إنهم بس رح يرفعوا السعر $3، يعني بشكل عادي، يعني ما في سبب، ما في إشي. فاستغربت، أنا اتصلت فيهم قالوا لي لا، إحنا رافعينه على جميع المشتركين. فعملت شوية سيرش ولقيت انه حكومة كندا هي عاملة سيرش انتنسيفز، وهلا هورجيكم الموقع تبعهم، وعاملين كومباريزن او مقارنة بين اسعار الانترنت والاتصالات في كندا والدول وبعض الدول الثانية. طبعا هذا شيء مخزي للأسف، واحنا في كندا بندفع اكثر مبالغ على الانترنت والسيلفون داتا والامور هاي. يعني بس حبيت اورجيكم الريسيرش اللي عملها الجفرمنت. يعني انا استغربت انه الجفرمنت عملها ومش عاملين اني اكشن يت. انا سمعت انهم عم بيحاولوا انهم يضغطوا على الشركات، لانها شركات خاصة كلها وبايدها الاسعار. لكن يعني انا لما رحت على استراليا حورجيكم برضو الاسعار اللي في استراليا، يعني فرق بين السماء والأرض بين ما بندفعه وبدفعه. يعني أنا بندفع $70-$80 على نفس الإشي اللي بدفعه عليه $20-$30 في أستراليا. ف مش عارف شو بدي أحكي، بس حبيت أعطيكم هاي المعلومة وتشوفوا. زي ما حكينا لكم، لما بديت اعمل ريسيرش وجدت انه الحكومه الكنديه عامله زي ما انتم شايفين، جفرمنت اوف كندا عاملين برايس كومباريزنز اوف وايرلس اند وايرلاين اند وايرلس اند انترنت سيرفيسز ان كندا وذ اند وذ فورين جوريستيكشنز. يعني عاملين دراسه على الموضوع، ابصر قد ايه صارفين عليها. يعني احنا ما بعرف اشي، والله بضحك. بدي اورجيكم في الدراسه هاي، يعني انا دخلت قرات شويه. هذا مثلا الوايرلس سيرفيسز، طبعا كله بالكنديان دولارز، مقسمينهم لليفلز هون. يعني الدراسه بتحكي عن اللي في هاي الليفلز، مثلا هذا سرعته 3-9، هذا من 10-15 ميجا بايت، الاخر شيء ليفل 6 اللي هو هلا اكثر شيء منتشر 250-500 ميجا بايت. شوفوا يعني هذا الليفل 6 انت بتحكي عن الاسعار يعني خياليه، $227 في اليو اس ارخص منه بس برضه غالي. طلبوا استراليا يا جماعه، والله ماني عارف شو السبب. يعني يو كي، فرنسا، جرماني، كلهم، يعني جابان، كلهم ارخص منه. يعني اوكي في جابان قريبه منه، بس احنا يعني يو هاف تو كومبير مثلا مع استراليا. ليش ما شو المشكله؟ يعني البورد باندز مثلا طلعوا قديش عندنا الاسعار، 100 عندهم باليو اس، مش عارف ليش اغلى هاي الشغله. كل هاي البورد باندز، البرود باندز سوري، في اليو كي طلع يعني الاسعار، يعني يو كانت كومبير. طب الموبايل، هاي اكثر شيء بنحكي على الموبايل. الثلاثة يعني هذا يمكن أكثر واحد مستخدم، 5-10 جيجا بايت، 61-62 هذا الأفريج يا جماعة، الأفريج. في أمريكا 64 أغلى منه شوي. في أستراليا طلعوا قد إيه، $26، يو كي $19-$20، إيطاليا $17. يعني إيش اللي بندفعه إحنا؟ إيش اللي بندفعه؟ البندلز هذا إذا جبت معاه تلفزيون، عاملين بس أمريكا وكندا، هدول عاملين الفرق. شوفوا الفرق بين سنة 2017 و2018، انه نزلوا السعر يا حرام 13%، يعني انه والله في تحسن. طيب هلا بدي احكي لكم عن البندل الثالثة. هون لسه بحكي لك عن المدن، اكبر مدن اللي سووا فيها هاي السيتيز. فطبعا هاي الدراسة هي عبارة عن أخذوا فيجرز هاي هون اللي بين المدن، يعني حتى بين المدن، يعني إذا أنت بتشتري خطك من نحكي ساسكاتشوان أغلى مما تشتري من أنتاريو،
انا مش عارف ليش، يعني I don't know why. شركات اللي تطلع هون مثلا، هون 39 في انتاريو 45، هذا يعني حتى في شيء، فيش انه والله اوكي والله كله في انتاريو ارخص. طلع هون السعر دبل دبل والله. وين هذا اللي هو بين كيبيك وانتاريو؟ كيبيك وانتاريو هذا انا بشوف في ناس طلع هذا 44 دولار، هذا 8، يعني بشوف في ناس عايشين في انتاريو بس معهم تلفونات ارقامهم ارقام كيبيك. فبتعرفش ليش، هلا فهمنا ليش، لانه في كيبيك ارخص تلفونات. فيعني اي دون صراحة، يعني هون الموبايل وايرلس، هذا الموبايل طلع هون 39، هون 45، هاي نفس الاشي 44 89 هون، يعني اشي خيالي. طبعا انا هذا اللي كانت عاملة الجفرمنت. اذا بدكم اياها ممكن تدخلوا على هذا، تكتبوا هذا اللي هو برايس كومبارزنز اوف وايرز واير لاين اند وايرلس. بدي اورجيكم الان اسعار الموبايلات في استراليا، يعني هذه الدوله اللي هي كومنولث، تقريبا نفس الحكم ونفس الطريقه. شوفوا عندهم كم شركه. اوكي طبعا خلينا نحكي احنا الافرج نحكي 5 جي، يعني 5 جيجا بايتس. اوكي unlimited call unlimited message، ما حدا صار يفكر بالليمتد. طيب هلا بنعمل سيرش، نسكر هاي. هذا طبعا موقع محايد وصلس اوت، هذا معروف ممكن تدور فيه في كل دول العالم على طلعوا يا جماعة 5 جيج ب 20 دولار كل 28 يوم، 20 دولار يعني هذا ب 30 35. احنا هذا اذا بدك اياه تجيبه اقل شيء ب 60 دولار، يعني دبل ذا برايس. فطبعا في اغلى هون 19 20 20، شايفين الشركات يعني الافرج عندهم ب 20 دولار اللي انا شايفه، 20 25 ماكسيموم. هذا مستحيل، ما في شيء 25 دولار. يعني اذا دخلنا على هذا نفسه، وخلينا ما بعرف كيف ندخل على كندا، I think إنه موبايل بلان usually it ask you، خلينا أدخلكوا عليه من هون. طيب خلينا نكتب Westless out Canada عشان يكون يعني fair. okay cell phone plan حكينا قديش، طلع هون طلع بالمئة ميجا. يا عمي مين بيستخدم 100 ميجا؟ 5 جيجا unlimited unlimited. طلع سيرج، خلينا نعمل سيرج. طلعوا الأسعار 85 دولار يا جماعة. طبعا public هذا بعطيك 5 جيجا بس 3 جي، بدك تنتبه. فريدم بعطيك 2 جيجا فول جي اللي هو 4 جي و3 اف 3 جي. فالاسعار طلع 40 48 دبل دبل البرايس، دبل البرايس 50 دولار 50 دولار. يعني ما بعرف، هذه الشركات لسه صغيرة، يعني مش عم نحكي على هون. طلعوا فايدو 65 دولار، تلس 70 دولار. يا عمي يا عم، عشانك انا مع تلس بدفع 70 دولار. بيل ريكودو طلعوا الاسعار، يعني مش عارفين ليش مش حاطين روجرز، بس اشي مخزي صراحة. اي ثينك انه الجفرمنت لازم لازم تعمل اشي بهذا الموضوع، بحيث انه يا اما تدخل شركات جديدة يا اما تحد. احنا بندفع في كندا يا جماعة اكثر يمكن دول العالم باسعار الموبايلات والانترنت او الداتا بلانز والانترنت. سلام، الله يعطيكم العافية، وان شاء الله نرجع لكم بشغلة جديدة عن كندا. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.